المشروع القادم من سامسونج وكل شيء عن نوت 11، وإليك بطل نجوم العلوم، أهلا بك في نشراتك. هذه الحلقة برعاية برنامج نجوم العلوم الموسم 13. ونبدأ النشرة مع المعلومة التي جاءت في مؤتمر سامسونج ولم ينتبه إليها أحد. الشركة تريد أن يقرر المستخدم ألوان الهاتف كما يريد. الغالبية لم تنتبه إلى الإشارات المهمة التي أرسلتها شركة سامسونج خلال مؤتمرها الذي عقدته قبل أيام وحمل عنوان Galaxy Unpacked 2، فرغم أن المؤتمر لم يجذب الأنظار بقوة مقارنة مع المؤتمر الرئيسي للكشف عن الهواتف الرائدة، إلا أن الشركة ألمحت إلى تغيير مهم في منتجات سامسونج المستقبلية. الشركة خلال المؤتمر أعلنت عن إصدار جديد من الهاتف القابل للطي Galaxy Z Flip 3، وأطلقت عليه اسم Bespoke Edition. Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition. ويبدو أن سامسونج تنوي استخدام العلامة التجارية Bespoke على نطاق واسع للمضي قدما. تقول سامسونج إن هذه العلامة الجديدة تمنح المستخدمين المزيد من الفرص لإنشاء تصاميمهم الخاصة للأجهزة المحمولة، وأنها ملتزمة بإصدار المزيد من أجهزة الإصدار المخصص في المستقبل. الهاتف الجديد يقدم للمستخدمين ميزة تخصيص إطار الهاتف بين ألوان الأسود والفضي، وأيضا ميزة تخصيص اللوحة الأمامية والخلفية بعدد 5 من الألوان تتضمن الأصفر والأزرق والوردي والأبيض إلى جانب اللون الأسود، ليصل في النهاية إلى 49 مجموعة من الألوان. أيضا يأتي كل إصدار بخلفية وغطاء يتوافق مع الألوان المختارة. كما توفر سامسونج خدمة Upgrade Care التي تتيح للمستخدم تحديث تصميم الهاتف عن طريق مبادلة لوحة الألوان. من المقرر أن يتوفر الهاتف للطلب المسبق عبر موقع الشركة في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وكوريا والولايات المتحدة بسعر يبدأ من 1100 دولار. لكن السؤال، ماذا يعني ذلك؟ من الواضح أن سامسونج تسعى لجعل التخصيص فكرة مستقبلية وجوهرية ضمن خطط الشركة لمنح المستخدم حرية تخصيص الهاتف وألوانه كما يشاء. ورغم أن الشركة لم تكشف عن أي خطط ملموسة لنماذج Bespoke Edition المستقبلية، لكنها قالت إنها اختارت Galaxy Z Flip 3 كنقطة انطلاق لمنصة التصميم الجديدة، ومن المفترض أن نشهد توسيع ميزة التخصيص لتشمل المزيد من الأجهزة العام القادم. ميزة التخصيص تذكرنا بمشروع هاتف جوجل آرا القابل للتخصيص من حيث الفك والتركيب والقطع الخارجية والألوان، ولكن الشركة ألغت المشروع لاحقا، ويبدو أن سامسونج تعلمت من أخطاء جوجل فقدمت ميزة التخصيص للألوان وليس التصميم الهيكلي. Your galaxy, your way. يوم الخميس القادم الموافق 28 من شهر أكتوبر تستعد شركة شاومي للكشف عن ريدمي نوت 11، وهي عائلة مكونة من 3 هواتف. إليك الصور الرسمية للهاتف. أكدت شركة شاومي أن سلسلة ريدمي نوت 11 ونوت 11 برو ونوت 11 برو بلس سيتم إطلاقهما رسميا في 28 من شهر أكتوبر الجاري. وكشفت شاومي عن مزيد من التفاصيل حول سلسلة ريدمي نوت 11 على منصة ويبو الصينية، وعرضت أيضا بعض الصور التشويقية. وكما تظهر الصور، ستحتوي سلسلة ريدمي نوت 11 على هيكل بسمك 8.34 ملم وزوايا مستديرة وحواف مسطحة، مع وجود مدخل سماعة تقليدي 3.5 ملم. كما سيتم إضافة جانب مكبرات صوت من إنتاج شركة الصوتيات الشهيرة DBL إلى جانب مستشعر IR. على الجانب الأيمن يوجد زر التحكم في الصوت وزر الطاقة، والذي يبدو أنه سيحتوي على قارئ بصمات الأصابع. بالإضافة إلى ذلك، أكدت شاومي أن سلسلة Redmi Note 11 ستتميز بألواح زجاجية خلفية غير لامعة. سيتم إطلاق الهواتف الثلاثة مع 6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي الرام و128 جيجا بايت من ذاكرة التخزين، في حين أن 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجا بايت من تكوينات التخزين ستكون متاحة لريدمي نوت 11 برو وبرو بلس. ومن غير الواضح حتى اللحظة اسم المعالج القادم مع العائلة الجديدة. ومع ذلك، لن تكون سلسلة نوت 11 هي المنتج الوحيد من شاومي في المؤتمر. أعلنت الشركة أيضا أنه سيتم إطلاق الساعة الذكية ريدمي ووتش 2 مع توقعات برؤية شاشة أكبر هذه المرة وميزات محسنة لمراقبة الصحة ومقاومة الماء. انت
انتهى الموسم الثالث عشر من برنامج نجوم العلوم، وتم الكشف رسميا عن صاحب اللقب بعد منافسة قوية وابتكارات مميزة. الحلقة النهائية من الموسم الثالث عشر لبرنامج نجوم العلوم، اسم جديد سيحمل اللقب هذه المرة. 50% من القرار يعود لتصويت الجمهور، والخمسون الأخرى تقررها لجنة التحكيم. 4 مبتكرين يتنافسون في الحلقة النهائية، اجتهدوا طوال فترة مشاركتهم في برنامج نجوم العلوم لتحويل ابتكاراتهم إلى منتج جاهز. والهدف لدى هؤلاء الأربعة ألا تتوقف الرحلة عند الاختراع والابتكار، بل يسعون كي يصبحوا رواد أعمال وتقتحموا منتجاتهم الأسواق العربية والعالمية. وقد أطلق متسابقون سابقون شركاتهم ومنتجاتهم، مثل زياد سنكري من الموسم الثالث الذي أسس شركته لمراقبة مرضى القلب، وقد نال ابتكاره إشادة الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما. زياد سنكري. التحدي أمام المتسابقين في الحلقة النهائية كان المحاولة مجدداً لإقناع اللجنة بابتكاراتهم وأخذ أعلى درجة ممكنة من أصواتهم. رياض نال مديح لجنة التحكيم ووصفته بأنه نموذج للباحث العلمي الذي حول فكرته لمنتج جاهز في الأسواق. أعطيت مثل جميل جداً عن الباحث العلمي يلي حابب كان يطور ويحول منشورات بحثية علمية إلى منتجات بالسوق. أما أسامة فالإعجاب بفكرته جاء بسبب إقبال الشركات على قطاع التشخيص الطبي عن بعد، ونفس الحافز الذي شجع مجيب كي يقدم ابتكاره لفحص مريض الكلى عن بعد وتنبيه المستخدم مبكرا لتخفيف احتمالية إصابة المريض بالفشل الكلوي. وأكدت لجنة التحكيم أن مجيب الذي بدأ بطريقة ضعيفة في البرنامج نجح في إقناع لجنة الحكم جولة تلو الأخرى. أما محمد القصابي والذي فرض نفسه بقوة في الجولات السابقة، استعرض مواصفات جهازه الكاشف للتسلل وتحليل بيانات لاعبي كرة القدم وأخف الظلم الواقع على الأندية، وأيضا سيحلل أداء اللاعبين خلال المباراة والإصابات في حال حدوثها. وفي نهاية الحلقة استدعى مقدم البرنامج خالد الجميلي المشتركين الأربعة لعرض نتيجة تصويت لجنة التحكيم. حقق رياض من تونس اللقب بعدما فاز بنسبة 39.4% من أصوات لجنة التحكيم والجمهور. الفائز بالمركز الأول للموسم الثالث عشر من نجوم العلوم هو ابن تونس رياض. ثم مجيب من اليمن ثانيا، ومحمد من قطر ثالثا، ورابعا أسامة من لبنان. وبإمكانكم متابعة الحلقة كاملة على قناة نجوم العلوم في يوتيوب. تتميز البطارية الهجينة لترشيد شحن الطاقة من ابتكار رياض بإمكانية شحن نفسها بالكامل في غضون دقائق، نتيجة لنظام تخزين الطاقة الفريد الذي يجمع بين بطاريات الليثيوم أيون وتقنية المكثف الفائقة، ونال الجائزة الأولى التي تبلغ قيمتها 300,000 دولار أمريكي. سؤال الأسبوع كان لمتابعينا عن رأيهم بسماعة أبل الجديدة AirPods 3. ما رأيك بسماعة أذن مع هذا السعر؟ وهل تفضل الحصول عليها أم من ماركات أخرى؟ يرى غالبية متابعي رقم تي في أن النسخة الجديدة من سماعات أبل اللاسلكية قوية وذات جودة عالية بالفعل، حيث تأتي بالعديد من المميزات المنتظرة، لكن مقارنة مع السعر المطروح يعتقدون بأنه مبالغ به بغض النظر عن غياب ميزة عزل الضوضاء. فهناك شركات تقدم سماعات بمميزات قريبة جدا من AirPods 3 لكن بأسعار أقل وتنافسية من الدرجة الأولى، كمثال سوني، وما تقدمه في عالم الصوتيات يجعل أي مستهلك في هذا السوق يفكر بالحصول على منتجاتها. ويعتبرون أيضا أن هذا الأمر ليس بجديد على أبل، فالأسعار مرتفعة حتى وإن كان المنتج يضم مميزات اعتيادية. أما الرأي الآخر فاختصروا وجهة نظرهم مع جملة الغالي سعر فيه. في الختام، لمن يود التعرف على مواصفات وسعر AirPods 3 يمكنك مشاهدة تقريرنا في الوصف أسفل الفيديو. الفائزون الخمسة بمسابقة أجمل صور لهذا الأسبوع.
للمشاركة في المسابقة تابعونا كل يوم اثنين في منشور خاص على فيسبوك. والآن أهم الأخبار. جايتكس كرياليتي مقدمة مجموعة طابعات جديدة. شركة كرياليتي تستعرض أحدث تقنيات الطابعات ثلاثية الأبعاد في معرض الابتكار الدولي جيكس 2021 في دبي، حيث تعتبر أحد الرواد في إنتاج الطابعات ثلاثية الأبعاد المخصصة لصناعة المجسمات المختلفة بطريقة مدهشة. وتقدم الشركة التجربة للأطفال للاستمتاع بسعادة الروبوت والفضاء الخارجي والطباعة ثلاثية الأبعاد. شركة تنسنت تعلن أن موعد إطلاق لعبة ببجي نيو ستيت على أندرويد وآي أو إس في 11 نوفمبر القادم، وسوف تتوفر اللعبة في أكثر من 200 دولة و17 لغة عند الانطلاق. تسريبات تقول أن أونور إكس 13 ماكس سيأتي مع شاشة من نوع LCD مقاس 7.09 إنش وبجودة Full HD مماثلة، بالإضافة إلى بطارية 5000 ميلي أمبير مع شحن سريع 22.5 واط، والإعلان الرسمي الأسبوع القادم. تقارير قادمة من الصين تقول أن هاتف آيفون المتوسط القادم آيفون SE 3 سيصدر ربيع العام القادم، وسيأتي بتصميم النوتش بدلاً من التصميم التقليدي، وسيكون آخر جهاز آيفون يحمل شاشة LCD. على خطى شركة جوجل ومعالج جوجل تنسور، شركة أوبو تستعد لبناء المعالج الخاص بها وتنوي استخدامها في هواتفها الرائدة بدءا من مطلع 2023. الشركة تخطط لاستخدام تقنية التصنيع من شركة TSMC وتهدف لإصدار المعالج بتقنية 3 نانومتر حسب التسريبات. لايك وشير لدعمنا، ولا تنسى مشاهدة حلقاتنا السابقة وتقاريرنا. نلقاكم الأحد القادم، إلى اللقاء.